منتجة جاهزة finished goods. صنعت خلال السنة وتصدر بضاعة ب 3 مليون. الآن مجموع البضاعة اللي عندك معروضة للناس للبيع بكم؟ ب 4 مليون. أليس كذلك؟ إذا في معك 4 مليون عبارة عن الكوست of goods available for sale. مشكلة ولا لا؟ طيب لو انتهت السنة ومعك inventory zero معناته تكلفة مبيعاتك هي الأربعة مليون، كل الأربعة مليون مش حصل لها سولد، فبحطه هنا كم؟ أربعة مليون. لكن لو في مخزون آخر مدة مثلا ب 800,000، هذا يعني إن اللي بعته تكلفته بس 3,200,000، 800 وين هي؟ موجودة في المخزن بس ما بيعتش. أسد. إذا لو بقى عندك في الأخير، طبعا هنا بس عشان التوضيح ان بعضكم سال ايش الديفرنس بين بيجننج اند اندنج. البيجننج هو الانفنتوري ات جانيوري 1 والاندنج هو الانفنتوري ات ديسمبر 31. طبعا بطرح هنا طيبين الاندنج انفنتوري اوف finished goods اللي هو مثلا في مثالنا قلنا 800,000، يبقى لي 3,200,000 اللي هي الكوست اوف جودز سولد. بهذا انتهينا يا طيبين من المانوفاكتشرنج كوستس فلوز، تدفقات تكاليف الصناعية شفناها الآن كاملة، شفناها من البداية لما نشتري المواد الأولية إلى أن نبيع ليش؟ المنتج، إلى أن نبيع المنتج. إذا أنا بصنعه بحوله الانفنتوري وبعدين أبيعه وأطرح تكلفة ما بي as cost of goods sold. طبعا في اكسرسايزز حول هذا بنتناولهم بالتفصيل. كيف الريسيفرات حقكم؟ ما زال في استقبال. اكثر اكسرسايز حول هذا؟ طيب ممتاز. اذا بننتقل يا طيبين، بننتقل يا رائعين الى الكتاب الان. يا دكتور بس دقيقة اوكي. تفضل. بالنسبة مثلا للادمنستريتيف اكسبنسز والماركتينج اكسبنسز وبرضه اللي تسمى الربح مثلا، هل تضاف الى المانفكشورنج؟ ولا لها علاقه يا اخي. المانفكشورنج هنا انتهت وظيفتها. هذه اخر مرحله للفلوس. التدفقات هنا. اما هذا يا اخي اسمه بيريود كوست لوحده. خارج السياق هذا كله. مش كذا قلنا ولا لا؟ ايش اللي تنتهي هنا؟ المانوفاكتشرنج. اهي شوف السهم من وين جاي يا طيب؟ من وين جاي؟ من المانوفاكتشرنج تصبح انفنتوري وبعدين يصبح كوست اوف جودز سولد. اذا القصه هنا متعلقه بالمانوفاكتشرنج كوستس، ما لهاش علاقه بموضوع البيريود كوستس. البيريود كوستس تطرح هنا لوحدها كذا بشكل مستقل. بس انا اقصد مثلا لما انا بدي ابيع مثلا بتضاف الى المانفكشورينج ادمنستريتيف وبرضه الماركتينج هي تطرح هنا. نعم. انا معي طريقين، يا اجمع كل التكاليف اطرحهم من السيلز يا اطرحهم على حبه. بس هذه القصه. فانا بدات طرحت الكوست اوف جود سولد كذا لوحده، طلعت الجروس ايرنينجز، قمت طرحت الادمنستريتيف كوست والماركتينج كوست او الاكسبنسز، طلعت النت انكم. فيا اما اجمعهم كلهم بس هذا يصبح في خطأ في الديسكلوجر في الإفصاح، عرضك للمعلومة يصبح مسليدنج، وظل المستخدم ما يقدرش يميز ايش تكاليف الإنتاج وايش تكاليف الأدمنستريتيف وايش تكاليف الماركتينج. وهذه طبعا موضوعات المحاسبة الإدارية،
مش مجالنا الآن، يعني قضايا الإفصاح الكامل وكيف أعرض المعلومات وكيف أميزها مش مجالنا الآن، لأنه من الذي يقدم معلومات الإكسترنالز الفاينانشال أكاونت؟ طبعا هنا هذا معذور انك تجمعهم مع بعض، انت اليوزر ولا اعطيته معلومه حكمت عليه ضللته. فلازم تفصل له المعلومات، حتى هذه باقي تفصيل، باقي تفصيل حول الاوبريتنج اكسبنسز والنون اوبريتنج اكسبنسز، في مصاريف هنا تشغيليه تخص التشغيل خلال الفتره، وفي نون اوبريتنج اكسبنسز مالهاش دخل بالتشغيل، زي الكابيتال جينز والكابيتال لوسز لما تبيع الطاوله بربح. ما اشتغل هذا بشغل المركز اللي هو التعليم. لازم تفصح عنه في بند مستقل. اذا القصديه انه من حيث الكالكوليتنج انا بوصل لنفس الناتج. لو جمعتهم كلهم بس بيحصل عندي مشكله في ليش؟ في الديسكلوجر، ولذلك احنا قلنا الاكونتنج هي ميجرمنت اند كوميونيكيشن. بعمل ميجرمنت واخطئ بالكوميونيكيشن حق الميجرمنت، بوصله بشكل مضر للمخاطر. قصدي الكوست هذا هو على الكوست ريفاكتورينج، ما مش الكوست اللي هو السعر اللي هو للزبون للكاستمر. لا لا، هذه تكاليف تنتهي بشيء اسمه تكلفة المبيعات، اما السيلز هذا يحدد يا طيبين بالسيلينج برايس، سعر البيع، اللي ما له علاقة بهذا الكلام، انما ينبني الديسيجن of pricing, a decision of pricing depends on costing. بس costing manufacturing and للمصاريف الإدارية. كله بحسب القرار. يعني لما يكون عندك مثلا طلبية خاصة تمام سبيشال اوردر، أنا بسعرها على حسب تغيري في الإنتاج. وهذه لها قصة أخرى بنتعرض لها في المقرر. لكن لما أسعر السعر الاستراتيجي للسوق دائما بأخذ كل الاكسبنسز. هذه طبعا نقاشات سابقة لأوانها، أن تريدوا توظيف هذه الانبوتس، وإحنا لسه ندرس الانبوتس، بيجي حقها التوظيف لاحقا ليتر اون. واضح يا طيبين؟ فأنتوا يعني قد تقدمتوا إلى الأمام يعني شوية، خلونا في المكان اللي إحنا فيه. طيب حاضر. طيب بنفتح يا محترمين صفحة 39. طيب طبعا لو انتقلنا يا طيبين للصفحة اللي بعد اللي 14 بتحصلوا عامل لك نعم 39 and 14. بنبدأ 39 وبعدين نشوف بيج 14. طبعا بتحصل في البيج 14 بدأ فيه بالإنكم ستيتمنت. لو انتقلت لبيج 14 بتحصله بدأ بالإنكم إنكم ستيتمنت في بداية بيج 14. yes. تمام. وبعدين تحتها يا طيبين عمل لك سكيدول اوف كوست اوف جودز مانوفاكتشرد. اذا في معنا شغلتين، قائمه عباره عن الانكم ستيتمنت، والقائمه الاخرى هي قائمه الكوست اوف جودز مانوفاكتشرد. فبنتبع يا طيبين الفلوس اوف الايتمز في ذيس تو ستيتمنتس. انا بكتبهم هنا، بكتب في الرايت سايد الانكم ستيتمنت، وفي الليفت سايد السكيدول اوف كوست اوف جودز مانوفاكتشرد. يس كيف فور Yeah.
طيب اذا هنا هذه اللي بدا فيها في بدايه بيج 14 انكم ستيتمنت. تمام. طبعا بدا الانكم ستيتمنت ليش بالسيلز، وبعدين طرح منها ليش الكوست اوف فودز سولد زي ما عملنا هنا بالضبط. تمام. اول عنصر اخذه هو ليش؟ شوفوا عندكم ايش مكتوب. الريفينيو اللي هو السيلز يا طيبين. السيلز هي الريفينيو. الكوست اوف جود سولد كيف حسبناها احنا هنا؟ نبدا اول شيء بالبيجنينج اوف ايش؟ بيجنينج اوف جودز فينيشد جودز. فينيشد جودز ممتاز. اذا بنبدا بالبيجنينج انفنتوري او بريجنينج على طول فينيش جودز انفنتوري. تمام. طبعا كل الداتا اللي هي اللي موجوده هنا يا طيبين جيفن كلها يا طيبين اللي هنا جيفن يعني الان الريفينيو 210,000. طبعا في اكسرسايز بعد هذا مباشره في نهايه الشابتر معطي لنا الداتا بشكل مستقل. تمام. معطي لنا الداتا بشكل مستقل يعني لو جينا نشوف مثلا اللي فوق في 39 cost of direct materials used فنحصله اعطانا بعض البيجنينج انفنتوري كم هو. تمام. والمش عارف ايش فكل الداتا هذه given. تمام. بس بناخذ كذا الفكره العامه بعدين في نهايه الشابتر بناخذ الجيفن داتا كلها كذا موضوعه في قائمه ونعمل لها ايش؟ كالكوليشن خطوه خطوه. فهذا فقط هو عباره عن مثال توضيحي. البيانات حقه موجوده في اكثر من مكان يعني مثلا في صفحه 39 معطي لك هو جيفن اهو في صفحه 39 لو شفت الفينيوز فتحصلها كم هي؟ 210 اهو. هذا هو يا طيبين هذا هو الريفينيوز كم هو؟ 210. فثقوا انه مثل هذه الداتا بتكون جيفن بيعطى لك زي ما هو معطى هنا بس هنا ما اعطاش بشكل ايش؟ مرتب بشكل مفصل بس بنحصل هنا مثلا يا طيبين بنحصل هنا في نهاية الشابتر في عندك given data مرصوصة كذا تحت بعض إذا يناسبكم نبدأ بهذا نبدأه لأن البيانات عندك واضحة هنا البروبلم في صفحة 48 واضح الفكرة يعني هذا يشبه هذا بالضبط يشبهه تماما. فطيب خلونا نبدا بهذا عشان انه هذا اول اكسرسايز تكون الداتا حقه فيري اوبفيوس. خلونا نروح لصفحه 48 في صفحه 84 48 نعم في صفحه 48 بتحصل عندك ضمن تشوف الريفينيو كم هو انت معك نسخه غير هذه. طيب الريفينيو كم هو الريفينيوز عندكم شايفينه مليون كم 63 اذا انا بكتب هنا مليون و300 وكم 60000 خلاص. اذا وين الداتا جيفن؟ الداتا جيفن. طيب لما اجي لهذا الكوست اوف جودز ببدا اول شيء بالبيجنينج فينيش جودز انفنتوري بدور عليه هنا دور عليه يا طيب وين البيجنينج فينيش جودز انفنتوري اللي هو الفينيش جودز انفنتوري في جانيوري 1 شفتوه؟ الفينيش جودز انفنتوري في جانيوري 1 اللي هو كم؟ 100,000 تمام. طبعا هذا بضيف له ليش؟ الكوست اوف جودز مانوفاكتشرد
مش كده قلنا يا طيبين كوست اوف جودز مانوفاكتشر. طبعا الكوست اوف جودز مانوفاكتشر بطلعها من بين القائمه الثانيه، بطلعه انا من السكيدول اوف كوست اوف جودز مانوفاكتشر. طبعا الكوست اوف جودز مانوفاكتشر لو لاحظتها في نفس التسلسل اللي عملناه احنا مره ثانيه، هذه هي اللي في اسفل الصفحه. ببدا اول شيء يا طيبين بايش؟ ببدا اول شيء ببدا بايش؟ بالدايركت ماتيريالز. مش احنا قلنا كذا انه دايركت ماتيريالز يضاف اليه دايركت؟ لا تحت سابق هذا يا طيبين، التفاصيل تحت سابق بس تحت الليبر، تحت الليبر مش كده العنصرين؟ شوف ثلاث عناصر ولا لا؟ المانفكشرنج ستيشن ثلاث عناصر، دايركت ماتيريالز، دايركت ليبر، اندايركت مانفكشرنج كوست، ثلاث عناصر. والتفاصيل اللي عندكم هذه هي اللي انا عملتها هنا، كيف احسب الدايركت ماتيريالز يوست. وبالتالي انا باجي هنا ابدا اول شيء احسب يا طيبين الدايركت ماتيريالز. الدايركت ماتيريالز كيف احسبها؟ ابدا بالبيجننج صح ولا لا؟ بيجننج انفنتوري انفنتوري اوف رو ماتيريالز او دايركت ماتيريالز هي الاسم المستخدم، ما فيش مشكله هم مرات فين؟ تمام. طبعا بروح اجيبها من فين؟ من الصفحه اللي قبل من 48. تعالوا نشوف يا طيبين اهو، تعالوا شوف دايركت ماتيريالز انفنتوري في جانيوري 1 كم مكتوب عندك يا محترم؟ مكتوب عندك 40,000 في صفحة 48 طبعا عشان التصوير، نحن الآن في صفحة 48 بتحصل في الجدول الدايركت ماتيريالز بس في جدول 40,000. طيب الآن بضيف ليش؟ البورتشيزد خلينا نشوف يا طيبين البورتشيزز اوف دايركت ماتيريالز purchases of direct materials. اهي تحصل عندك حاجه اسمها direct materials purchased. direct materials purchased تاملها في القائمه بتحصلها عندك في القائمه direct materials purchased عباره عن كم؟ 460,000. اذا بضيف له هذا يا طيبين direct او purchases purchases of direct materials كم مكتوب عندك؟ 460,000. direct materials purchased 460,000. طيب ناقصا بعدين بطرح منه ليش؟ ممكن انا اجمعهم واقول cost of goods available for use ممكن يجمعهم مع بعض يطلع لك 500,000. تمام. كوست اللي هو دايركت كوست اوف ماتيريالز دايركت ماتيريالز افيلبل فور يوز اطرح منه ليش؟ الاندنج انفنتوري ممكن نقول اندنج دايركت ماتيريالز انفنتوري 50,000. وطبعا بتحصلوا هذا فين؟ بتحصلوا يا طيب في صفحه 48 اهو اللي هو الدايركت ماتيريالز انفنتوري في ديسمبر 31 وقدره كم؟ 50,000. يبقى لك هنا 450,000 اللي هي عباره عن الكوست اوف دايركت ماتيريالز يوزد. تمام. اللي هي دايركت ماتيريالز يوزد. طبعا هذا بضيف له ليش؟ انتهينا الان من ايش؟ دايركت ماتيريالز. الان بحسب الدايركت ممكن نكتبه بتفاصيله مانوفاكتشر الليبر، قلنا نختصره
الدايركت ليبر على طول.